المشروع هو يجمع 4 مشاريع في مشروع واحد، عبارة عن فندق ب 320 مفتاح، والمفتاح يشمل أجنحة ملكية إضافة إلى سويتات وأمباسيدور إضافة إلى غرف ستاندرد، كذلك يشمل 54 شقة فندقية إضافة إلى مول من 150 محل لبراندات عالية المستوى. الكلفة التخمينية للمشروع حسب دراسات الجدوى التي وضعت هي 257 مليون دولار، ونحن بصدد اعتباره من خلال مجلس الوزراء كواحد من أكبر المشاريع الاستراتيجية في العراق. على مدار الأيام كنا نعمل ليل ونهار، لم يكن يقل مستوى العمالة في المشروع وفرص العمل عن 350 فرد يوميا في أقل التقديرات. وعندما يستكمل المشروع بإذن الله سيوفر فرص عمل بحدود 1500 فرصة عمل. نحن نسعى إلى أن نوفر فرص عمل للشباب، وكان رهاننا منذ البدء على الشباب وكانوا خير معين لنا في هذا المجال. هيئة الاستثمار مشكورة، من ضمن الحلقات اللي فيها جوانب مشرقة في هذا المجال. للمستثمرين العراقيين يجب عليهم أن يتحملوا كل الصعاب، هذا بلدهم ويجب أن يستثمروا فيه. يجب أن نبدأ بداية صحيحة ونؤسس لنقطة شروع صحيحة، لأنه بغير القطاع الخاص لا يمكن أن يبنى هذا البلد.